أولا الموصل عمرت بأهلها، ونطالب من إخواننا ومن شبابنا الواعيين محافظة على الأماكن السياحية، لأنه تعرف المدينة مو بس البلدية، مفروض المواطن هم يكون متعاون ويا البلدية، لأنه تعاون المواطن يكون الواعي للبلدية، البلدية هو يرشد الإرشادات ويقوم الواجبات اللي عليه، ولكن احنا كمواطن مفروض يحافظون عليه، ونريد من شبابنا من هذه الأشياء اللي يتكرر. هذا ما يمثل أهل نينوى، هذا يمثل تصرف الشخصي، هو تصرف الشخصي، ولكن احنا هم نقولهم ما يصير يتكرر هذا الشيء. إذا تكرر هذا الشيء معندا اكو قانون يحاسبهم وما نقبل عليهم. أماكن سياحية تخبل، أماكن عامة مال الجميع، يعني اكو فيديو منتش يجي يضرب سجره، ما اعرف يضربها، مكان للجميع. انت ليش تيجي تخرب؟ انت كل من وبيعته اكو، انت تعال انت روح بمكانك بمنطقتك، البيئه مالتك انت تقدر تسوي بيها شيء. هذا المكان عام للجميع، ليش تيجي تخرب؟ المفروض يعني محاسبه او كون مراقبه، او انت يعني انت تحاسب كشخص، انت تحاسب نفسك. بس اذا ما عندك يعني اذا ما سيطر على نفسك، يعني ما عجل مكان عامه او مال للجميع، واكو بلدية واكو اي شيء، يعني تقدر تسيطر على كل شيء. بس تعال انت شوف كل منو وذاته. لازم احنا الشباب نحافظ على النظافة ونحافظ على البيئة، وهذا دا يصير بالعراق والعمار والحلو بمدينتنا الموصل الحلوة كلها، علما إلنا مو صحيح. لازم نحافظ على النظافة ونحافظ على الهدوء ونحافظ على الأمان، ورب يديم الأمان أكثر على عراقنا الحبيب وموصلتنا الحبيبة. وإحنا كشباب يعني لا يجوز أن يعني كازقورتية شباب ننطي مجال للعوائل، العوائل ما مكان للعوائل، وما يجلس مكان بأركات ولا يصير بهوسة. وربي يديم الأمان، وهالمكان الحلو الموصل تستاهل كل خير يا ربي. احنا كشباب نحن نبني المستقبل، يعني إذا نحن جاي نسوي هذا النفايات جاي نذبها ونسوي ضوضاء، يعني لا عتب على غيرنا، مو صحيح. نحن لازم نبني البلد ونتعاون مع القوات الأمنية، يعني لازم نحن نحافظ على أكثر بعد، مو بس يعني نحن نخرب، لا هم جاي عمرون نحن نخرب، لا لازم احنا نعمر بيدنا. هذا المكان يعني فشي خبل، مكان راقي، فاريد ان الجميع يعني يحافظون على هذا المكان وعلى هاي الاجواء، هي حلوه حيل حلوه يعني. تبقى الاجواء هنا نص الليل؟ ايه تبقى تقريبا للوحده لثنتين، لهذا المكان للجميع، والموصل يعني جاي يتعمر يعني، يعني الجميع يريدهم يعني يتعاونون مع نظافة أعمار يعني كامل، يريد شيء مرتب. يعني يجب علينا نحن المواطنين الحفاظ على المدينة، سواء بمناطقها السياحية أو أسواقها أو أماكنها الترفيهية، لأنها نتيجة جهد مبذول وجهد كبير، فلا بد نحن منا المواطنين الحفاظ عليها، وذلك دليل على رقي وثقافة المواطن. فرقي المواطن يدل عليه بالحفاظ على أماكن السياحية الموجودة في المحافظة. فبالأول والأخير هي المدينة مدينتنا، والمحافظة محافظتنا، وإذا ما نعتني بها ما حد راح يعتني بها غيرنا.